حملة تلقيح وطنية وفقا لبرنامة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة الوطنية انطلقت اليوم عبر مختلف المراكز الصحية وشملت بعض التغييرات في التلقيحات التي يتلقاها الرضع. كاين ان بيتي شانجمون بارابور لا فاكسيناسيون مثلا كيما لو فاكسان تاع شهرين كنا نديرو تلقيحات في حصه واحده دونك تم جمل هذيك اللقاح تنين هذوك في لقاح واحد دونك هذا جو بونس حاجه مليحه شغل حاجه خفيفه على 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 الرضيع فوالا تم حد في الفاكسان تاع 3 شهور دونك شال الانجيكتابل و ايلو انكلو في الفاكسان تاع شهرين وربع شهور. اولياء الرضع ولدى التحاقهم بمراكز التلقيح تلقوا كل التوضيحات المتعلقه بالتغييرات التي طرات في بعض التلقيحات من طرف المختصين. انا جبت وليدي باش ندير الفاكسان تاع 2 موا ما كانش على بالي باللي بدلوا الرزنامه تاع التلقيح بون دوكا فهمتني طبيبه باللي اوليو يديروا 2 فوا في تاع 2 موا رجعوها مره واحده الوغ هذه المره بدلوا لي فاكسان رجعوها من زوج هذا الشهر بيسك 2 موا ديجا كانوا داروا لهم 3 و الحمد لله باش نقص لهم شويه باش ندير لهم الحمى باش نقص لهم شويه لافيه غسطر سما رجعوهم زوج اوليو 3. الرزنامه الجديده التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الاحد لا تشمل تغييرا في التطعيم وانما دمج بعض اللقاحات وتكييفها وفقا للوضعيه الصحيه العالميه.